السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زين، سمعنا من الأستاذ أمجد عن الشيء اللي حاحكي بيه، بس أنا شنو أول شيء تبديكم، يعني أنا ترى مو فرق عني بالعمر يعني بيناتنا هواية، بس أردفتهم بالغرفة أنتوا شكد أعماركم؟ فأصغر واحد بالغرفة منو يتوقع تخلي صعد إذا منو أصلي صور هو نفسه أو أصغر واحد بعمره صف ثاني؟ شكد عمرك؟ 14. أكو أحد أصغر من 14؟ ماكو. زي منو عمره 14 يرفع لي إيده؟ خوش. 15؟ زين. 16 مطشرين. يا خوش. 17 عندنا؟ أحسنتم. و 18؟ هلا، بس اثنين كبار ما شاء الله. 19 ماكو؟ الحمد لله شكرا. زين، أنا هسه صار عمري 25، مثل ما قال استاذ امجد، اني تخرجت، اني والله فتحت عيوني على الحياه قاعد ببريطانيا. اني والدي طلع من العراق مده طويله، واني جيت فتحت عيوني ببريطانيا. وبعد واحد يمر بهالعمر انتم هسه بيه، يمر بحرب داخليه. احكي لكم الصراحه، اني تربيت باسره فتحت عيوني خالين صوره الكاظميه على الحائط، وابويا كل ما يحكي باحاديث وقران والامام علي، وهاي هو حكيه، هو كله على هالنمط. ورحت مدرسة مثل مدرستكم بس ببريطانيا، كل يوم اكو وقت صلاة، تقوم تدعوف كل شيء وتروح تصلي، وارجع للبيت اشوف والدي يحكي بالدين ويحكي هي هذا سوي هذا لا تسوي، هذا حلال هذا حرام. بس وصلت الى مرحلة، ويعني هاي لابد اني اتوقع، يعني انا اتوقع كل انسان حيوصل لها، انه ضجت صراحة، ضجت. لانه كل ما اريد احكي ويا والدي عن فد شيء يقول لي انه بس لو تعرف الامام علي، واقول له ابويا بس اريد احكي وياك عن فد موضوع، بس خلي الحديث على صفحه لحظه واحده، بس خلينا نحكي فد موضوع، بس يرد يرجع للدين. فاني مرحله وصلت بحياتي احكي لكم الصراحه، انه هذا كنت احكي ويا السيد ليث عن هالموضوع من البارحه، هو قال لي قل للشباب انه وصلت الى مرحله انه شلون هيك، بس ردت ما افتهمت الدين حقيقة، ما افتهمت الدين، انه ليش اني الله مقيدني خال علي كلبشات انه سوى هذا الشيء تسوي هذا الشيء، هذا حلال هذا حرام، هذا يصير تسوي هذا ما تسوي، واذا ما تسوي هذا الشيء تروح الجهنم، واذا تسوي هذا الشيء تروح للنار. ما افتهمت. وهذا الشيء ترى مو عيب انه واحد يوصل الى هالمرحله، اصلا مو عيب. اذا اي اكو واحد منكم هسه تحس بنفسه انه يجوز حيوصل الى هالمرحله، اقول لكم شغله واحده، انه هذا الشيء مو عيب، بس لازم يظل عنده بقلبه انه يريد يدور الحقيقه، وين ما هي توجد الحقيقه انه هو يريد يدور الحقيقه. وهذا الشيء انا ظليت عندي اياه، فاني فتحت عيوني قلت زين خوش، اذا انا ما افتهم الدين الاسلام خل اروح ادور غير اماكن اشوف شنو العالم ايش بيه. اني بعد ما كنت اني عايش بلندن، اشوف المسيحي اشوف اللاديني اشوف الكل، واني خليت بعقلي انه احاول اتعلم من الجميع، فاني بهالمرحله كنت ضايج، كان دا احكي واحد من اصدقائي هو اصلا لا ديني، فكان دا يحكي لي عن افكاره، هو شلون يشوف الحياه، شلون عنده اهداف، شلون عنده يريد هيك يسوي يريد هيك يسوي، وهو عنده طموح كبير كان هذا الولد، وهو لا ديني. فكان دا يحكي لي عن شغله مخصوصي، انه هو افكاره اللي بدماغه شلون يفكر عن الايجابيات، شلون يفكر عن السلبيات، وشلون بداخل دماغه يفلتر الاشياء الزينه والاشياء المو زينه، يخليها على صفحه وهو يختار الاشياء الزينه. انا لما سمعت هذا الشيء انجذبت الى هاي الفكره، انه الانسان في داخل نفسه هو يسيطر على افكاره. وقلت له اقول لك هاي انت منين تعلمتها؟ اوكي؟ Where did you learn this؟ وين تعلمت هاي الشغله؟ فقال لي والله هذا اكو كتاب هنا أنا. اقرا. طلع لي على الانترنت، طلع كتاب بوذي عن الديانه البوذيه. فاني هم شلت هذا الكتاب وبديت اقرا بيه. وين اقرا بيه؟ اقرا بيه بالصاله قدام ابويا. فتخيل ابويا ايش صار بيه، شنو تتوقعون؟ انه ابنه اللي هو ابنه الوحيد يقرا كتاب بوذي قدامه، ابويا اكيد صار عنده رده فعل، يقول ليش تسوي؟ ليش هيك؟ خاف تنحرف؟ ليش هاي؟ بس قلت له بابا خليني بس اتعلم، وشنو تسوي؟ كل ما اقرا فد شيء احكي ويا ابويا افتح نقاش وياه دائما.
اكو شغله وحده تعلمتها بهذا الكتاب اللي هي قلبت حياتي على راسها تماما. قلبت حياتي على راسها. منو سامع بفشي اسمه المديتيشن؟ المديتيشن احد سامع مديتيشن؟ المديتيشن شنو التمديتيشن؟ التامل. التامل زين. لما اقول لك تامل شنو تتوقع؟ تتوقع انا واحد هيك قاعد هالشكل وهيك مسوي ودي يتامل، مو صحيح؟ منو عنده هاي الفكره بالتامل ان واحد هيك قاعد وهيك يسوي؟ صح ايدك اذا هاي فكرتك من التامل، او اذا عندك غير فكره من التامل ارفع ايدك هسه. احد عندك غير فكره من التامل؟ زين، شنو انت فكرتك من التامل؟ تستطيع تنقى عقلك من الافكار السلبيه. قولها اعلى. تنقى عقلك من الافكار السلبيه. بالضبط، تنقى عقلك من الافكار السلبيه. زين خلينا نرجع الى شلون. انا بهذا الكتاب كان يفهمني انه الانسان شلون يسيطر على عقله بالاوقات الصعبه، وهو شلون يقول لك انه انت كانسان اخذ لك 5 دقائق من يومك، اقعد وفكر عن فتشي هو دائما موجود. والبوذيين يقولون زين انت فتشي اكو دائما موجود هو التنفس، ما دامك حي دا تتنفس، صحيح لو غلط؟ ما دامك حي انت دا تتنفس. فيقول لك هاي ال5 دقائق اقعد فكر فقط عن التنفس مالتك. شوف النفس لما يدخل، لما يدخل شلون يرتفع؟ يرتفع صدرك، ترتفع بطنك، وين شو يصير بجسمك؟ شنو تحس؟ شنو المشاعر مالتك لما تتنفس؟ بس بعدين اقول لك شغله، 20 ثانيه راح تفكر عن تنفس مالتك، وبعدين ايش حيصير؟ راح تدخل لك الفكره والله ام اليوم شو مسوي على الغداء؟ انا هذا صديقي ليش هيك يحكي وياي؟ درس مالتي البارحه انا ما فهمته، والله تعرف هذا المعلم ما احبه. كل هذين الافكار تجي بواحد بدماغه، هو يريد بس 5 دقائق بس يفكر عن التنفس مالته، تجي الافكار كل شيء مثل المطر. زين فالتامل يقول لك زين لما تصير عندك هاي الشغله انه انتبهت انه اكو فكره غير التنفس، هدها هاي الفكره خليها تروح وارجع على التنفس. وهاي وهاي الشغله انه واحد يروح من الفكره يرجع الى شيء ثابت، هاي الشغله هو التأمل، أنه تقدر تأخذ الفكرة اللي بدماغك تهدها، لا تخليها مسيطرة عليك وترجع إلى التنفس. زين ليش هاي تفيد الإنسان؟ خلي نقول واحد جايته فكرة سلبية، خلي أعطيكم مثال. أكو واحد منكم يسوق؟ زين أكو شباب يسوقون هنا أنا شاب بالعراق، أوكي الشوارع واحد السوق يجي يقمز قدامك، تصير لو ما تصير؟ كل لحظة تصير. إذا ما دامك بس يا رجي واحد يقول قدامك الضوج لو ما الضوج مرات الضوج تريد تغلط عليه مرات لو ما تريد بهاللحظة اللي أنت عصبت وتريد تغلط على الشخص المقابل ش صار؟ دخلت فكرة بدماغك اللي هو أنت روح اغلط على الشخص المقابل، كأنما أنت سمكة قاعد بالبحر واحد ذيب لك لقط قدامك، وأول ما تجي الفكرة بدماغك تروح تعضها، شو يصير؟ تشلبت بعد بالشنقال ها وجرك، صرت عصبي وتفاعلت وتريد تغلط عليه وها هيك بعد خلاص. هو هاي الشغلة صارت قدامك، دخلت فكرة برأسك، بعد تريد أنت تتفاعل وياها. بس لما صارت هاي الشغلة ودخلت هاي الفكرة بدماغ الإنسان، الإنسان اللي هو مجرب التأمل دائما مو بس انه رأسا يتفاعل ورأسا يعض، تدخل الفكرة وعنده هاي 5 ثواني انه يشوف دخلت هاي الفكرة راح اتفاعل لو ما راح اتفاعل. زين هاي شو تسوي بالانسان اذا هو عنده باني لنفسه وقت انه هو يقدر ما يتفاعل بالافكار، هو انه هو اول ما تصير للشغلة ما يصير عصبي، يقدر هو يسيطر على التفكر مالته. هذا الشيء يفيد الانسان لو ما يفيده؟ يفيد. يعني باكر وعقبه انت تصير ابو وعندك ابنك يكسر فشي بالبيت، اذا انت ما عندك تسيطر على التفكير مالتك اول ما تصير عصبي تروح تبسطه تكفخه، بس اذا انت تقدر تسيطر راح يجوز تقدر لا ما تكفخه. او مثلا لا تلعب ببجي وتموت تشمر تليفونك بالقعه تريد فلشه. زين بس اذا تقدر تسيطر على افكارك تقول والله يا بيت تسخن الدنيا ما يخالف ما يحتاج وتمشي. فهاي المرحله انه الانسان يقدر يسيطر على أفكاره في دماغه. لما افتهمتها
بالبوذيين، البوذيين عندهم هاي التأمل، اقعد لخمس دقائق فكر عن فد شيء ثابت، كل ما تجيك الفكرة الغريبة هدها وارجع على هذا الشيء الثابت. هاي انه كل ساعة تجي فكرة وترجع، تجي فكرة وترجع، تجي فكرة وترجع. هذا الشيء اللي خليك حتسيطر على عقلك، واذا انت مسيطر على عقلك تقدر انت تسوي حياة اللي انت تريدها، مو الحياة هي تجرك وين ما تريد توديها. انت مسيطر على حياتك، وشنو ما تريد تسوي بحياتك انت تسويها. لان اكو شغلة واحدة، الفكرة اللي بدماغ الانسان، اوكي، الفكرة بدماغ الانسان، اسمع هاي الشغلة، هاي المقطع هذا غير حياتي، هذا المقطع. الفكرة اللي بدماغ الانسان هي تصير كلام، والكلام يصير فعل، والفعل لما ينعاد يصير عادة. وانسان هو حياته عبارة عن العادات اللي هو متعلم عليها. فالانسان حياته ونتيجة حياته هي فقط انه هو شنو بدان دا يفكر. فالانسان اذا هو ما مسيطر على تفكيره حياته حتكون زينة لو مو زينة. اذا الانسان هو شنو ما تجي فكرة هو يمشي وياها، هو ما مسيطر على نتيجة حياته. بس وين صارت الشغلة اللي غيرت حياتي؟ انه هاي لما كنت افكر عن هذا التأمل، قلت انه اشو هذا واحد ياخذ له خمس دقائق ويفكر عن فد شيء ثابت، انا سامع بهيج شيء، مو غريب علي انه واحد يسمع يقعد مكان بس يفكر عن شيء واحد خمس دقائق، ياخذ من وقته باليوم يقعد يفكر عن شيء ثابت. هم يقولوا لك الشيء الثابت شنو؟ بس اكو فد شيء حتى لما التنفس يخلص يظل موجود. التنفس مال كلنا في اليوم راح يخلص، صح لو غلط، بس شنو راح يظل موجود حتى لما كل التنفس يروح مال العالم كله؟ ها؟ أعمالنا، صحيح. بس من اللي بصير على أعمالنا؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله سبحانه وتعالى. زين، إذا هم يقولوا لك فكر عن فد شيء ثابت حتى تقدر تسيطر على أفكارك، لا تتعصب، لا تتفاعل، حتى أنت تبني الحياة اللي أنت تريدها، هاي أفكارك لازم هيك يكون عندك تعامل وياها. الإسلام يقول لك، أقول لك، خمس مرات باليوم روح أقعد فكر بشيء واحد حتى أفكارك لا تكون هي مراقبتك، أنت سيطر عليهن. إشواني لما افتهمت أنه أقول لك الصلاة، يقولوا لي إذا ما صليها أروح للنار، ترى هي واي أكثر من هذا الشيء. الصلاة أروح أخذ لي خمس دقائق أفكر بس عن الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء راح يخليني أني أطلع بالحياة وأني أكون مالك أفكاري، مو أفكاري مالكتني إليه. لما واحد يكون هو مالك أفكاره، معناته المستقبل مالته هو يكون مالكه، مو الحياة هي اللي توديك للمستقبل مالتك. أنت تقول أنا شنو المستقبل اللي أريده، وأنت تبني المستقبل مالتك، مو أنه هي الأفكار تجرك وما تريد تروح توديك. ده تشوفون الفكرة؟ أنه لو ردت بحياتي واحد يقعدني يقول لي ترى الصلاة هي الله، إحنا كنا نعرف الصلاة الله ما يستفاد منها. الصلاة هي تفيد منه، تفيدك إلك أنت، تفيدك إلك. بس شلون تفيدك؟ تفيدك أنه لما تأخذ هاي الخمس دقائق تفكر عن أشفر شيء ثابت وهو الله، راح تقدر أنت تكون القائد مال أفكارك، ما راح تخلي الأفكار السلبية هي اللي تجرك، راح يكون انت مسيطر على افكارك. احكي لكم قصه الامام علي لما كان قاعد على صدر عمر بن عبد ود وتفل بوجهه. سامعين القصه ولا ما سامعين؟ سامعيها؟ ها؟ ما سامعيها؟ قسم لكم ما سامعيها. هسه التفاصيل ما راح اعرفها بس اعطيكم الفكره. الامام علي كان حرب ويا واحد، واجى هذا بعد قطم رجليناته، الامام علي قطم رجليناته، هذا انطب القاع. اجى الامام علي قاعد على صدره لكتله بعد، هذا واحد من الكفار. هذا هو قاعد بالقاع، اجى وتفل بوجه الامام علي. الامام علي هو بذيش اللحظه بدات تصير عنده عصبيه، هذا ليش تفل بوجهي؟ بس شنو صار؟ قام بهاللحظه كان يقدر واحد اقول لك تفل بوجهك وانت انت كنت حتقتله anyway، انت كنت جاي حتقتله، هو اجى تفل بوجهك، مو راح تقتله بالزايد وتطلع كل عصبيتك بي. بس الامام علي بذيش اللحظه قام وراح تمشى، وبعدين رجع وقتله. سألوا ليش رحت تمشيت وجيت؟ قال لهم لأن بديش اللحظة صار عندي عصبية، ولو قتلت بديش اللحظة قتلت على أنا أريد أقتله، مو قربة من الله تعالى. فبديش اللحظة لما إجت هاي الفكرة العصبية عند الإمام علي، كأنما هاي السمشة اللي تسبح وجتها هذا اللغط اللي قدام هالفتشي،
الهوك شو يسموه هذا؟ السنارة. جت السنارة قدامها بيها لغز بيها أكل. كان يقدر الإمام علي عاض ويصير عصبي ويكتله. بس سوى باوع عليها السنارة وقال لا يعني ما هاي الفكرة ما أريدها. وراح سيطر على نفسه وبعدين رجع وسوى اللي لازم يسويه. هاي اللحظة اللي هي تقول لك مستقبلك شنو راح يصير. مستقبلك ناجح أو مستقبلك فاشل. تقدر تسيطر على أفكارك لو لا. لأنه أكو هواي شغلات تصير بالحياة أنه هي أفكارك اللي راح تأديك إلى النجاح أو الفشل. أنا مثل ما قال الأستاذ أني دارس مهندس الطيران وهسه أشتغل بأكبر مطار في بريطانيا كمهندس طيران. أقولكم شغلة، لو مو أقدر مسيطر على أفكاري أنا وعمري 19-15 سنة كان ما أقدر أوصل لهالمرحلة. أنا أول ما قلت أبدأ أصير مهندس طيران قالوا لي ترى أبويا ترى المسلم هناك ما يعينوا مهندس طيران، استوها صار 11 سبتمبر وهاي ما يعينوا المسلم. قلت لهم لا أريد هذا الشيء أني أحبه، أريد أصير مهندس طيران. فلما دخلت أول انترفيو، الانترفيو شنو أستاذ؟ مقابلة. أول مقابلة طبيت أريد أشتغل بشركة لوفت هانزا للطيران. سامعين بيها لوفت هانزا ولا لا؟ أحد سامع شركة لوفت هانزا؟ أكبر شركة في ألمانيا مال الطيران. دخلت قعدت أول ما قعدت بالمقابلة هذا يباوع على السي في مالتي على الورقة لاني كاتبيها معلوماتي، يباوع عليه هيك مخنزر، يباوع عليه يقول له Are you Arab؟ أنت عربي؟ خنزر عليه. يعني العنصرية كانت موجودة رأساً. أول مقابلة بحياتي في مجال الطيران يقول لي أنت عربي؟ بذيك اللحظة أنا رأساً انهضمت داخل انكسرت. قلت والله جوز دولي صحيح كانوا دي يحشون ما يعينوني، أنا مسلم اسمي محمد. بس بهذيك اللحظة مثل ما قلت لكم هذا اللغز اللي إجا قدامي أنه السنارة كان بكل سهولة أقدر أعض وانكسر وأقول إيه والله أنا عربي وأقول لا أنا مو عربي، أحاول أتهرب من هذا الشيء، أضم شخصيتي على مود بس حتى أفرحة إله وأقول الشيء هو يريد يسمعه. بس بهذيك اللحظة قلت لا أنا عربي، باوعت عليه وقلت إذا أنا هسه أنكسر، شنو هذا حاش بداخل نفسي خلال لحظتين، قلت إذا أنا هسه أنكسر وأقول له أنا مو عربي هو غلط، شلون اخليني اني غلبت؟ باوعت عليه قلت له ايه اني عربي واحكي لغه عربيه يعني اقدر احكي اللغه العربيه همين. هيك باوعت عليه قلت له ايه احكي اللغه العربيه. هذا اول ما اني اشاف هو راد يكسرني، ذب لي هاي الحكايه راد يكسرني، اشوا رجعت اقوى منه. قال لي ها مو احنا عندنا بدبي عندنا هم شغل يجوز تقدر تفيدنا العربي. بس لو بذيك اللحظه اني انكسرت كان هو الغلب. لا تشوف شلون هي الحياة عبارة عن لحظات أنت لازم تكون مسيطر عليها بدماغك، ما تخلي دماغك مسيطر عليك بيها. وهذا الشيء الله دي حذرنا عليه 5 مرات باليوم، دي يقول لك بويا ترى الحياة هي صعبة، راح تجي أوقات إذا الفكرة اللي بدماغك تغلبك الحياة مالتك راح تفشل. فعلى مود تنجح بالحياة أخذ لك 5 مرات باليوم هاي الحرب النفسية اللي بعقلك، كل ما تجيك فكرة روح ذبها وارجع الى الله سبحانه وتعالى، وهاي العضله اللي بدماغك بنيها انه كل ما في شيء يصير بحياتك كل ما تجيك فكره العضله مال انه تعوفها للفكره وترجع مسيطر على افكارك، هاي العضله ظل ابنيها بحياتك. لانه اذا تبني هاي العضله بحياتك معناته بنهايه حياتك راح تستفاد منها، انه نهايه حياتك حتكون جميله لانه انت مسيطر على افكارك. فهمت الفكره؟ صعدوا ايدك اذا فهمت الفكره هي شنو. الحمد لله وشكرا. هي هاش الانسان لازم يكون مسيطر على كار. ترى هو الاسلام كله لما يعلمونا اياه يقول له هذا حلال هذا حرام، هذا يصير هذا ما يصير، هو هذا الشيء ما يخليك يحفزك انه تريد تسوي هذا الشيء، صح لو غلط؟ يعني انا اقول لكم من تجربتي، انا كان يقول لي هاي حرام هاي حلال، ما اريد اسوي. واشوف الدنيا ترى قدامي بلندن انا عايش، اشوف الدنيا واشوف الناس طالعه وتتونس وهاي، اقول ايش عندي انا مقيد نفسي بالدين. بس لما بديت افتهم الدين انه الدين كل شيء بالاسلام هو الشيء اللي دي حسني انه اني اصير انسان احسن من وراء هذا الشيء، بديت افتهم الاسلام احسن. اقول لكم اخر نقطه وبعدين ان شاء الله نتوكل. اني مره كنت بالاوفيس بلندن بريطانيا بهيثرو مطار هيثرو، فكان بعد توه بعد باشر يبدي رمضان، او لا عفوا اول يوم رمضان وانا جاي للشغل صايم، واحنا مالتنا الفطور ايش وقت يصير؟ الساعة 9 بالليل.
يعني احنا تقريبا 18 ساعة تقريبا احنا ما ناكل. اجى هذا طاب علي قال لي اقول لك اسمع رمضان، قلت له ايه رمضان؟ قال لي معقولة؟ معقولة ما تاكل وما تشرب 18 ساعة باليوم معقولة؟ قلت له ايه؟ قال لا مستحيلة، اني ما اقدر، اني مستحيل اسوي هذا الشيء، مستحيل اكو واحد ما ياكل ويشرب 18 ساعة باليوم، مستحيل. وبذيك اللحظة قلت له زين اشو هذا قاعد يقول لي مستحيل؟ هو بشر واني بشر، اشو هو يقول مستحيل واني صار لي 30 يوم الجاية حكون صايم بيها. وطقت عندي شغلة، افتهمت رمضان ليش؟ لانه الانسان اذا تقول له هسه انت منا الباكر الصبح لا تاكل، حتقول لك بويا هشكا صعبة ما اقدر اسويها. بس اشو برمضان 30 يوم الكل عادي ما ياكل من الصبح لليل. الله سبحانه وتعالى دا يبين لك ترى كل شيء بحياتك اللي انت تتوقع له مستحيل هو يستحيل. كل شيء بحياتك انت تتصوره صعب وما يصير ومستحيل وهشكد لا ما اقدر، ترى تقدر. انت في داخل نفسك اقوى من تتوقع. لانه الانجليزي هذا احكي وياه يقول لك مستحيل اصوم 30 يوم من الصبح لليل مستحيل. بس لو بس يجرب ايش حيلقى؟ يستحيل. حياتي هي نفس الشيء. انت هسه صغار، انتوا هسه صغار ها شباب، عندكم حياتكم كلكم قدامها، كلكم وكل واحد حياتك كلها قدامك. اذا انت ما عندك هدف اولا ما راح تمشي الى هدف، واذا عندك هدف كلش كبير يجوز الناس تضحك عليك وصحيح يقول لك شايف نفسك مستحيل. هذا اللي يقول لك مستحيل هو ما مفتهم الدين اللي هو ده يقول لك انت شنو اللي بحياتك مستحيل هو يستحيل. كل شيء اللي بحياتك انت تتوقع تريد تسويه هو تقدر تسويه. وهذا شهر رمضان تصوم لك 30 يوم على مود الله ده يبين لك هذا الشيء، ده يبين لك ترى انت كل شيء تريد تسويه تقدر تسوي. أنا منطيق طاقة داخلك تقدر تسوي كل شيء اللي تريد تسويه. تشوفون شلون إنه هو الإنسان لما أنا شغل حكيت لكم، حكيت لكم عن الصلاة والصوم، بس الطريقة اللي دا أحكي لكم وياها نفس الطريقة اللي تعلمناها لو لا غير شكل دا أحكي لكم وياها في الطريقة دا أقول لكم ترى الدين كل شيء اللي بيه واحد يقدر وناخذ وجهة النظر إنه هذا الشيء اللي هو دا يعلمني فشيء عن نفسي، دا يخليني أحسن نفسي. هو هاي الفكرة اللي أريدكم تفكرون بها. الإسلام هو عبارة عن التنمية البشرية، أنه يعني الإنسان شلون يصير أحسن ما يقدر بهاي الدنيا. أنتوا هاي المدرسة شنو اسمها؟ مدرسة التكامل، من كلمة الكمال. الكمال هو شنو؟ أن الفشي يكون كامل، ولما الفشي كامل معناته ما بي نقص، أنه يكون هو كل شيء، كل شيء بي ها؟ خالي من اي عيب. فالانسان الله خاله بهالدنيا على مود شو يسوي؟ على مود يحاول يحسن نفسه الى ان يسوي نفسه خالي من كل عيب، يوصل الى الكمال. هو الاسلام حتى انت تصير احسن نموذج بشر بهاي الدنيا. وكل التعليمات اللي بالاسلام انه انت تصير احسن نموذج اللي تقدر تكون عليه. فالصلاة والصوم والزكاة والخمس كل هاي الأشياء تسبب حرب داخلية، وكل ما تسوي حرب داخلية كل ما أنت راح تتحسن وراح تصير أحسن. فهو هذا الإسلام. لا تفكرون أنه هو والله إذا ما صلي حروح للنار، فكر أنه الله ليش كل إذا صلي أكيد أكو بيها فد إن أنه أنا راح أستفاد بيها. وهاي الفكرة اللي أريد أوصلكم، أنا كل نجاحي بحياتي هي ترجع على هذين القواعد، أنه يكون عندي حسن أخلاق ويا الآخرين، يكون عندي حسن أخلاق ويا أهلي، يكون أنه أنا عندي هدف وأمشي على هالهدف، والأشياء اللي أتوقعها بالبداية مستحيلة هي تستحيل. بالضبط يستحيل. وهاي الأشياء تعلمتها من وين؟ تعلمتها من الصوم والصلاة، بس أخذ وجهة نظر مختلفة عليها. وهاي الفكرة اللي ردت أعطيكم إياها. ترى كل الإسلام إجا مو على مود نجاحك بس بالآخرة، الإسلام إجا حتى تنجح بالدنيا، ولما تنجح بالدنيا راح تنجح بالآخرة. فخلي بعقلك هدف، سوى عندك هدف، خلي الأصدقاء الدار مدارك هم ناس هم عندهم أهداف. ترى إذا أصدقائك كلهم بس قاعدين يلعبون ببجي من الصبح لليل ما راح تستفاد شيء، ما راح تستفاد شيء. خلي أصدقائك الدار مدارك هم عندهم هدف، هم يحبون الله سبحانه وتعالى، هم يريدون يتحسنون كإنسان. وبعدين أنت همنا هو بالإنجليزي يقولون you will rise with the tide،
معناته إذا أنت عندك باخرة خالها بالبحر، لمن يصعد الموج شو يصير بالباخرة؟ هي هم تصعد. فإذا أنت أصدقائك دائما دائرك هم يريدون يحسنون من أنفسهم، أنت همين هتحسن من نفسك لا إراديا. وهاي ليش الأصدقاء دائما على الإنسان هو كلش مهمين. وهاي الفكرة اللي ردت أقترح لكم إياها، إنه كل شيء تريد تنجح بالحياة هو خلي بنفسك هدف، صار عندك إيمان بالله، والإسلام كله هو على مود أنت تحسن من نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل أي سؤال، أي سؤال. شكرا عشان. زين، أنا فتحت هسه موضوع مال إنه الإسلام واحد يفتهمه بغير طريقة. بس أنا مهندس طيران مطار هيثرو همنا. إذا أي أحد عنده سؤال لو هندسة لو مدرسة لو إسلام خليه يرفع يده ويسأل. أنا أي سؤال أي سؤال. مثل ما قلت لكم أنا مريت مرحلة صعبة بحياتي إنه بدأت أضوج من الدين، يعني ضجت والله ضجت. بس لما بدأت أشوف العالم الآخر هو شنو بي، افتهمت أنه الدين هو شنو القيمة اللي بي. فأي جزء أي واحد منكم هم دي يمر بهيك شيء، ترى أحس بالشعور أنت تحس بي، ولا تخاف يعني الله وياك. وأنت بس خلي بعقلك أنه تريد تلقى تلقى الحق، والحق تلقاه إن شاء الله. أكو أي سؤال؟ أي سؤال عن أي شيء؟ إذا ما أكو أسئلة حتى بعد نتوكل على الله. صلوا على محمد وآل محمد.